السلام عليكم، معكم القناه ديال الاجنس العربي للعقار في مدينه الناظور. كنتمنوا ان شاء الله انتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار تكونوا على افضل حال بطبيعه الحال. اليوم جبنا لكم واحد البروجي باقي جديد، عماره سكنيه جديده اللي كاينه في حي المطار في الناظور الجديد. هذه العماره السكنيه هذه بواحد الفينيسيون عاليه الجوده، وكاع لي ماتيريال باش مخدومه هذه العماره هذه اونبورتي من على برا. بروميير شوا فيها 6 ديال لي دوبليكس، مساحات مختلفة كيبداو 140 متر مربع، وشقق البيع عالية الجودة. باش تعرفوا المعلومات كاملين تبعوا معنا الفيديو حتى الأخير. كما قلنا لكم في البداية ديال الفيديو، مشروع ديال إقامة سكنية جديدة في حي المطار في الناظور الجديد. هذه الدخلة ديال الإقامة واحد الدخلة روعة ما شاء الله، كما كيقولوا الحاجة كتبان غير من العنوان ديالها. ولا هذه غير الدخلة ديال العمارة. إقامة بطبيعة الحال كتوفر على مصعد أسانسور. كاين 6 ديال لي دوبليكس، مساحات مختلفة كتبدا 140 متر مربع، وهذا واحد من ديك لي دوبليكس اللي دوينا عليهم. هذا هو اللي غادي نوريكم هذا النهار هذا. بطبيعة الحال الفيديو فيه حتى لابارتومون، غادي نبداو بالدوبليكس اللي هو هذا، ومن بعد غادي ندوزو نشوفو لابارتومون في النص ديال الفيديو الثاني. دوبليكس هنايا في الدخلة كنلقاو دخلة كبيرة بطبيعة الحال، فينيسيون ممتازة. كاين المطبخ على يدنا ديال اليمن اللي عنده الشرجم والباب على لاكور، وكاين بيت بلاكار ام دي اف فيه البلاكار، وحمام وصالون اللي كاين لتحت. الفوق كاين جوج البيوت، صالون وجوج الحمامات. بطبيعه الحال لي ماتيريال باش مخدومه هاد الاقامه هادي، لا لي دوبليكس ولا لي زابارتومون، دي ماتيريال بروميير شوا، يعني حاجه مزيانه بزاف، فينيسيون اوت ستاندينغ عاليه الجوده. النوعيه ديال الكارلاج ولا ديال الصباغه ولا ديال الالومنيوم اللي كاين نوعيه ممتازه جدا. شراجم عندهم لي ريدو الكتريك. هنا الصالون كما كتشوفوا الصالون كبير، واحد الفينيسيون واحد ديكوراسيون رائعه. حتى المساحات الكبيره ملي كتكون الشقه اولا الدوبليكس المساحه ديالو كبيره، كيعطي واحد لافونتاج باش انه البيوت يكونوا كبارين، ماشي بيت مثلا دير فيه غير ناموسيه كيتعمر، كتكون مساحه كبيره. للي في الحمامات هانتوما غادي تشوفوا الحمامات، حتى الحمامات كبارين. طبيعة الحال هاد الإقامة السكنية هذه جاية في حي المطار في الناظور الجديد، واحد من أرقى الأحياء في مدينة الناظور، واحد الحي اللي هو كالم، والموقع ديال الإقامة جاي في واحد الموقع ممتاز قريبة على جميع المرافق، المسجد، المدرسة، الحمام، القاعة ديال الرياضة، لي ريستورون، لي كافي، كل شيء قريب على الإقامة. حتى المواصلات وسائل النقل على الباب. هنايا الحمام كما كتشوفوا حمام كبير ما شاء الله، سيباراسيون كاينه بزاج، والفينيسيون اخر ما كاين. طبيعة الحال هذا البروموتور ما عندوش كونكورونس في الناظور، نظرا للفينيسيون ونظرا للخدمه النقيه اللي كيدير. شي حاجه مزيانه بزاف بطبيعه الحال. بنادم دابا كيشوف بالعين ديالو، انا مجرد كنقدم لكم الفيديو وكنحكي على شنو كنشوف، وانتم راكم كتبعوا معي وكتشوفوا بعينيكم، يعني القول ديالي ماشي مخالف لشنو كتشوفوا، يعني راه ما يمكنلكش تشكر شي حاجه خايبه، مستحيل. الحاجه كتشكر راسها الاول قبل ما تشكرها نتايا. هنايا البيت اللي كتشوفوا اللي كاين لتحت عنده شرجم على لافاساد، بلاكار ام دي اف، جوج ديال البيبان، صالون كبير ما شاء الله، الباسامانو ديال الدروج كما كتشوفوا بالاينوكس، واحد ديكوراسيون رائعه، الدروج طالعين بالرخام. بالنسبه للناس اللي هما انتريسي بدوبليكس اولا شقه، انا متاكد الى مشاو لهاد الاقامه هادي غادي يشريو، لان كاع داكشي علاش كتقلب غادي تلقاه تما، ما غاديش تلقى شي حاجه اللي غادي تقول لا راه باقي خاص هاد الحاجه في الشقه اولا الدوبليكس ماك، وكانت هاد الحاجه، يعني كل شيء متوفر تما بطبيعه الحال. وهذا الشيء علاش حنا دائما كنسهروا وكنقلبوا دائما باش نجيبوا لكم احسن مكان في العقار في مدينه الناظور.
كما شفنا الصالون في الدخله هنا كاين البيت اللي فيه دريسينغ وفيه الحمام ديالو لداخل، يعني على شكل سويت، عنده شرجم على لاكور. البيت الاخر اللي غادي نشوفو عنده شرجم على لافاساد. فينيسيون عاليه الجوده كما قلنا، لي ماتيريال باش مخدومين لا الشقق ولا الدوبليكس فهما بروميير شوا اونبورتي من على برا، شي حاجه مزيانه بزاف. قليل فين غتشوف بحال هاد لي فينيسيون هادو في الناظور. فوالا هذا هو الحمام كما كتشوفوا، يعني اي حاجه راه كتشوفوا بعينيكم، انا غير كنشرح شي حوايج. فوالا هذا الحمام اللي كاين في البيت، حتى البيوت كبارين ولا الصالون ولا الحمامات كلشي كبير لانه المساحات كبارين. كما قلنا المساحه ديال لي دوبليكس كتبدا 140 متر مربع. هنا الحمام كما كتشوفوا كبير، سيباراسيون بزاج دائما صراحه. دوبليكس روعه، لانه كاين شي حاجه تقدر تشريها وتعطي الفلوس ديالك وانت مرتاح، وكاين شي حاجه اللي تقدر تعطي فيها غير شويه ديال الفلوس وتشريها وخاطرك ما مرتاحش. علاش؟ كتبقى دائما عندك لا كون هادي في بلاصه هادي ولا هادي، كل حاجه محطوطه في بلاصتها. بالنسبه لي دوبليكس دايزا فيهم لانستالاسيون ديال كليماتيزاسيون سونترال في البيوت او في الصالون، لانستالاسيون ديال الانترنت ولانستالاسيون ديال التي في، مضويين وكاملين عندهم بلاصه في الباركينغ سو سول، سواء لي دوبليكس ولا لي زابارتمون كلشي عندهم بلاصه في باركينغ. دابا غادي ندوزو باش نشوفو الشقه. طبيعة الحال هادو هما اللي عطيناكم هاد النهار، واحد دوبليكس وواحد الشقة، وغدا إن شاء الله غادي نعطيوكم عاوتاني واحد الشقة أخرى ودوبليكس آخر. هنا الشقق كاين كما كتشوفوا هاد الجهة فين كاين أنا، كاين ربعة ديال لي زابارتومون، والجهة الأخرى فيها ربعة، يعني تمنية ديال لي زابارتومون، حيتاش العمارة ولا الإقامة كبيرة بزاف. كل جهه فيها 4 ديال زابارتمون، كاين جوج كبار وجوج صغار. المساحه ديال الشقق كيبداو من 95 متر مربع. هنا المطبخ كما كتشوفوا، ركزوا معي على الفصاله ديال هذه الشقه، هذه واحد الفصاله اللي هي ممتازه اللي كيسولوا عليها الناس كاملين. الكوزينه كتكون بوحدها، الصالون بوحده، والبيوت بوحدهم. كما شفتوا المطبخ عنده واحد الباب على واحد تيغاس صغيرة على لاكور. هنا كاين الحمام اللي كاين ما بين المطبخ وما بين الصالون، حتى المطبخ جاي مدرق على الصالون، حتى ملي كيجيو الضياف ما كيكونش داك الاحراج انك تبقى تدوس قدامهم وديك الشيء، فكيكونوا بعادين. وحتى البيوت عندهم الدخله ديالهم من الجهه ديال الصالون عاوتاني بوحدهم. الشقق فيهم ثلاثة د البيوت، جوج الحمامات، صالون، مطبخ، فيهم بالكون في واحد البيت، وجوج البيوت فيهم بلاكار ام دي اف، والبيوت كبارين. حتى الشقق دايزا فيهم لانستالاسيون ديال كليماتيزاسيون سونترال، الانترنت، وحتى لانستالاسيون ديال تي في. فينيسيون اوت ستاندينغ، عاليه الجوده كما قلنا، قليل فين غتلقاو بحال هاد لا فينيسيون هذا في حي المطار في الناظور الجديد. هذا هو الصالون، صالون كبير ما شاء الله، شرجم على لافاساد، بين الكليماتيزاسيون سونترال. هنا حاولنا نقربوا لكم على النوعيه ديال الكارلاج، واحد النوعيه ممتازه، حتى الصباغه نوعيه ممتازه كما كتشوفوا، يعني الفينيسيون اخر ما كاين. يعني دابا الا بغيتي تبيع وبغيتي تكون السميه ديالك ظاهره في السوق بزاف، خصك تماشى مع الوقت. بالنسبه للاثمنه، الناس اللي كيسولوا على الاثمنه، الاثمنه اللي بغى يعرف الثمن، لانه كل حاجه والمساحه ديالها، كل حاجه والثمن ديالها، على داكشي اتصلوا بنا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشه واستفسروا على الثمن ديال اي شقه غادي تعجبكم، نظرا على حسب الاختلاف ديال المساحات. يعني الثمن ضروري اتصلوا بنا ولا تزورونا لاجونسي اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريد شوسي مدينه الناظور. هنا كما كتشوفوا البيت الاخر عنده شرجم على ديك لاتيغاز ديال المطبخ، فيه بلاكار ام دي اف، جوج البيبان،
وفيه الحمام الداخل. هنا البيت الثاني عنده بالكون صغير على لافاساد، وكاين البيت الثالث هو الاخير عنده شرجم حتى هو على لافاساد وبلاكار ام دي اف جوج ديال البيبان. بالنسبه للناس اللي عندهم حتى هما شي عقار بغاو يبيعوا في مدينه الناظور يتصلوا بنا على نفس الرقم. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم الدائمه للفيديوهات ديالنا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.